لما يكون عندي وزير إعلام، هذا الوزير باحث عن إعلام كمي وإنشاء أكبر عدد من القنوات وأكبر عمليات بناء، ولكن مفيش محتوى. زي المستشفى، لما أنا أملى مصر، مصر فيها 27 محافظة، هروح أبني فيها 27 مستشفى عالمية أفخم من المستشفيات اللي في أمريكا، وبعدين لا فيها ممرضين ولا فيها أطباء، يبقى لازمتها إيه؟ أي كلام، عدد في الليمون. هكذا كان الإعلام على مدار التاريخ السابق، منذ أن تحدثنا على ما يسمى بعصر السماوات الفضائية وعصر الأقمار المفتوحة وعصر البتنجان المألوظ وعصر الكوسة المعورة والكلام ده كله. ثم أخطر بقى، حولنا الإعلام إلى عزبة، عزبة بيمتلكها أصحاب العزبة. عايز تخش العزبة؟ شخشخ. وأنا دخل، تفاجأ إن خريطة التلفزيون المصري في رمضان جميع قنواته، الكلام ده قديم، كان بيتحط في مكتب أشرف الشريف.